خلينا نروح لزميلنا العزيز خالد رزق المتواجد في قطر على هامش القرعة وعلى هامش اجتماعات الكونجرس، كونجرس الفيفا اللي هي الجمعية العمومية للفيفا، ونمسي على خالد. خالد مساء الخير. مساء الخير عليك كابتن شوبير، ومساء الخير على كل مشاهدي قناه اون تايم سبورتس في كل مكان. يعني كابتن شوبير، يعني تعليقا على كلام حضرتك، بالتاكيد فعلا الكلام اللي حضرتك قلته يعني مظبوط 100%، وده الكلام اللي صدر من الوفد المصري من الاتحاد الكره المصري المتواجد في دوله قطر حاليا. يعني كان حديثي معاهم بالصباح عن الاجتماع وعن تقديم الشكوى. بالفعل هم اتكلموا معايا ان يعني لعيبه منتخب مصر عملت اللي عليها، وده حق منتخبنا الوطني ان احنا بالفعل نقدم الشكوى. واطلعت على الشكوى، وكان ليا حديث مع الاستاذ وليد العطار واتكلمني عن كل تفاصيل الشكوى. يعني الشكوى بالفعل كابتن شوبير لو حضرتك شفت كل البنود اللي فيها وكل الاوراق اللي فيها، اوراق رسميه قويه جدا كلها بالمعطيات، صور كامله لكل ما حدث في المباراه من عمليه الليزر ومن السباب اللي كان متواجد بيه المدرجات وبالقاء الازايز اللي كان بها بعض المواد غير المياه يعني، وكان فيها كل شيء. وايضا كان مرفق معها فيديوهات ايضا مصوره ومقالات كتير. وكان في نهايه هذه الشكوى يعني مكتوب كده ان يرجى النظر في هذه المباراه، وكما تم بالفعل من قبل في مباراه مصر وزيمبابوي في عام 94 واعيدت المباراه في هذه الفتره. كان هناك ايضا نفس البند موجود في هذه الورقه. ويمكن كان حديث الوفد المصري المتواجد بدوله قطر عن تعاملهم بقى في الاجتماع النهارده ان كانت الناس يعني بتتكلم معهم بشكل جيد، كان في قبول للفكره وكانوا مدركين ما حدث. ولكن بالتاكيد طبعا القرار اللي هيصدر ملوش اي توقعات كما قال الاستاذ وليد العطار، ولكن ده واجب علينا لازم نتعمل، والاتحاد المصري بيعمل دوره بشكل جيد جدا. ما كانش في اي راحه للبعثه المصريه منذ عودتهم من السنغال وصولا الى قطر، وما كانش في نوم، ما كانش في اي حاجه، كان الناس مركزه جدا وعملوا كل اللي عليهم. ايضا كان النهارده في الكونجرس كان في بعض الاشياء اللي تم اصدارها النهارده، زي اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية للفيفا بالتأكيد بجانب اللغات الرسمية الموجودة. وأيضا جان أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن النهاردة رسميا أيضا أنه هيتم ترشيح أو هيرشح مرة أخرى نفسه في عام 2023 انتخابات القادمة بإذن الله كفترة رئاسية جديدة. وأيضا كان هناك بعض النقاشات في الميزانيات الخاصة بالاتحاد الدولي. أيضا كلمنا كابتن شوبير عن غدا إن شاء الله قرعة كأس العالم والمنتظرة بالتأكيد من العالم كله، هتكون في تمام الساعة 7 بتوقيت قطر، 6 بتوقيت جمهورية مصر العربية. ويعني هيكون مشرف على القرعة 2 من نجوم الكرة العالمية بالتأكيد، كفو واحد من نجوم الكرة البرازيلية، وأيضا لوثار ماتيوس وهو واحد من نجوم الكرة الألمانية هيكونوا متواجدين، ومعهم أيضا 6 نجوم آخرين هيشاركوا في عملية إجراء القرعة. أيضا كابتن شوبير يعني حاجة لازم نتكلم فيها واتكلمنا فيها كتير بالتأكيد، إن الجمهور المصري المتواجد في دولة قطر حزنه وزعله على عدم وجود منتخبنا الوطني في كأس العالم، حزن كبير بالتأكيد. يعني يمكن من ملاحظتي داخل دولة قطر ومع الجاليات المصرية والمشجعين المصريين، حظهم ممكن يفوق اللي متواجدين داخل جمهوريه مصر العربيه، لانهم شايفين كل حاجه بعينهم كابتن شوبير، شايفين الاجراءات، شايفين القرعه، شايفين رفع الاعلام، شايفين كل شيء على ارض الواقع، الملاعب وغيره من تنظيم واستعداد لبطوله كاس العالم. فيعني قالوا لي بالحرف كده احنا يعني زعلانين اكتر من اي حد ومتضايقين جدا، احنا شايفين كل حاجه بعينينا. وكان في ترتيبات اخرى ايضا، هناك عدد كبير من الجمهور المصري المتواجد دوله قطر اللي بالفعل حجز بعض تذاكر المباريات قبل اكيد مباراة منتخبنا الوطني امام السنغال، كان في امل كبير جدا، ولكن بالتاكيد زي ما قلنا قدر الله ما شاء فعل. يعني كابتن شوبير اكيد بنتابع مع حضرتك كل شيء من دوله قطر عن قرعه كاس العالم، واكيد هيكون لينا غدا ان شاء الله بعض اللقاءات. كابتن شوبير نعود لك مره اخرى في الاستوديو، اتفضل يا كابتن. خالد عايز اسالك يعني الاجواء اللي موجوده عندك وعندك وفود كثيره جدا من كل انحاء العالم، هل كان هناك تعليق على احداث مباراه السنغال ومصر، خصوصا ان انا عندي مثلا فيديوهات جديده من وكالات انباء عالميه في حاله دهشه واستغراب مما حدث هناك؟ هل هناك مثلا البعض متعاطف مع الملف المصري، او على الاقل حد بيعلق على هذه الاحداث الغير طبيعيه اللي بنشوفها في مباراه كره قدم؟
يا كابتن شوبير، خليني اكد لك بالفعل ان يعني كل متواجدين هنا من الجاليات والجاليات العربيه بالتاكيد، وايضا بعض الاجانب. يعني كان لي لقاء ايضا مع كافو، واحد من نجوم الكره البرازيليه، اتكلم معايا وقال لي ان احنا بالتاكيد بنفتقد منتخب مصر، منتخب قوي وعنده اللاعبين على مستوى جيد، وعنده واحد من نجوم العالم حاليا محمد صلاح، وايضا الجاليات العربيه اللي يعني زي ما قلت لك كابتن شوبير ان هم بالفعل عندهم حزن كبير. يعني انا بجد مش ببالغ ومش بقول كلام يعني وخلاص، لا بالعكس، بالعكس فعلا بجد في حزن كبير جدا جدا، يعني لدرجه ان في احد الاعلاميين السعوديين اللي كانوا متواجدين معانا في فندق الاقامه اتكلم معايا قال لي والله احنا زعلانين اكتر منكم على عدم وجود المنتخب المصري. يعني كل كابتن شوبير كل واحد ما بيروح مكان او بيقابل حد من اي واحد من الجاليات الكلمه الثابته عنده احنا زعلانين على عدم وجود منتخبنا الوطني. وايضا القطريين والجهات المسؤوله والمعنيه في دوله قطر من الجهه الاعلاميه ومن لجنه المشاريع والارث كلامهم معايا كله بعد انتهاء مباراه مصر والسنغال، يعني كان هناك مكالمات عديده لينا كمصريين عندهم حزن عندهم اسى. الواحد كان حزين بصراحه كابتن شوبير على المكالمات، الواحد شعر يعني بسوء حظ وعدم فرحه بالتاكيد لعدم تاهل منتخبنا الوطني، والشعور اللي عندنا كمصريين ما يقلش اي شعور عن الجاليات العربيه الموجوده كابتن شوبير. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز خالد رزق المتواجد في دوله قطر لتغطيه القرعه وايضا للتعرف على اجواء الشكوى المصريه.